زي ما قلنا احنا اليوم الحمد لله اليوم النقاش تطور الى حد ما واصبح فعلا لامس وقعدنا نلامسه في جروحنا ونحاول نضغط عليها ومش نحاول حتى يطلع من الحلول يعني الحمد لله. وزي ما قلت لك ما نبوش دائما نعطوا النظره السوداويه للناس لان احنا ماناش دعاة فقط ان احنا دعاة والله كلام مرسل وكلام كذا ولا، لكن احنا فعلا نبحثوا على حلول ونتمنى ان اليوم حد يجي يكون على رأس هذه القطاع ويبعدوه شوية عن المحاصصة زي ما قالوا الأخوة الزملاء، يتباعدوا شوية عن المحاصصة ونتباعدوا شوية على المغالبة ونتباعدوا شوية على النظام، قصة اللي جاي لهذا المنصب إنه هو جاي لغرض المغنم ولغرض الكذا. وصراحة أصبح حتى مجال الاستعراض هذا القطاع في كل القطاع في كل أجهزة الدولة بشكل عام، يعني ما هوش غير في المجال الصحي فقط أو مجال الإداري، حتى بعض الأجهزة الأخرى أصبحت تستعرض في قوتها وتستعرض في بعض في إمكانياتها في هذا القطاع. وأصبح صراحة يعني زي العلاج في الخارج زي كذا تدخل في كل الأجهزة اللي في الدولة، سميها ما شئت. اليوم زي ما قلت لك القطاع صراحة المشاكل اللي واجهتنا أولا وأخيرا هي قصة المركزية ما قيتها، رغم أننا نتكلم الآن على مدينة مصراتة تبعد عن العاصمة 220 كيلومتر تقريبا، يعني ما نبيش نتكلم لك على سبها ولا نتكلم لك على طبرق ولا نتكلم لك على تزربو ولا غات ولا، يعني احنا كانوا زملائنا ذاك الوقت وكانت الخدمات شبه منعدمة، نحكي لك بالذات كنا احنا احد خمس مراكز رئيسية في ليبيا. فالمركزية كانت جدا مقيتة، كانت جدا أحد أسباب انهيار هذا النظام هو المركزية، هي محاولة أصحاب القرار أن هم يكون عندهم المال وأن يكون عندهم التحكم في المال وفي سواء ميزانيات التحسين أو الميزانيات حتى الباب الأول والثاني، كانت تتم صراحة بطريقة تقليدية جدا بدون معدلات أداء بدون وجود حتى احنا انا ونزعم ان احنا ممكن احد ما نبيش نقول الوحيد ولكن احد المراكز الطبية اللي تابعت فعلا في احصائياتها ومعدلات أدائها بشكل دوري للوزارة، وهذا بشهادة حتى الأخوة في وزارة الصحة، والبعض الآخر لا ما في ما كانش تجيف حتى بمعدلات أداء، وللأسف ما كانش يصرف الميزانيات بناء على معدلات الأداء، وهذا أحد كان احنا بنصححه النظام الصحي أو بنبادر أو حتى كان عندنا رغبة في تصحيح هذا النظام. فهي غياب الصراحة المعاملة يعني أنت لما تلقى شخص طالب عندك يعني عنده قدرة أنه هو يستقبل وأنه يجاري أنه هو ياخذ أكثر عدد ممكن من المرضى، يعطيك يقول لك أنا راني أنا اليوم من سبها إلى سرت إلى الخمس إلى الزاوية إلى راني عندي اليوم مرضى وبالأسماء وبالأرقام الوطنية، فأنت المفروض تكون الآن عندك نظرة تختلف شوي. ولكن زي ما قلت لك هي نتيجة تردي هذه الأوضاع، المستويات الصحية صراحة غايبة تماما، الدخول أغلب المراكز الصحية الصحة الأولية في صيانات غير مدروسة بشكل عشوائي، سبب إقفالها في بعض المراكز العيادات المجمعة والمستشفيات القروية، ترقية هذه المستشفيات إلى عيادات بناء على النظام الصحي الأولي، كان هناك صراحة دربكة كبيرة ألقت بظلالها على المراكز الطبية الكبيرة اللي هي كان دورها استشاري والمفروض كان دورها استشاري ومساعد للمراكز للمستشفيات الأخرى. فزي ما قلت لك هي ضعف الإمكانيات، عدم وجود مخصصات كافية لهذه المراكز، طبعا لأن ما فيش دراسة كويسة ما فيش إدارة كويسة مش هتكون عندك أنت مخصصات كويسة، لأنك أنت ما كانش كنت المعدلات الأداء اللي بتبعد فيها ممكن ما فيش حد يشوف فيها، يعني ما يعرفش هذا قداش المركز دار وهذا قداش دار لغياب المنظومة الصحية بشكل كامل. وصراحة احنا كان عندنا تجارب بأمانة، انا كنت في ظل هذه الفترة السابقة مشينا حتى في وفد كنا وقعنا حتى اتفاقية مع الدولة التركية في المجال الصحي، وبصراحة أنا كنت رئيس هذا أو رئيس لجنة المتابعة لهذه الفريق، ولعند آخر ما قدمت استقالتي للسيد رمضان بوجناح اللي هو نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف أبلغت قلت لأن نحن وصلنا لهذه النقاط 1 2 3 4 هذه النقاط أرجوكم بس خلوا حد يكمل، يعني لأن الجانب التركي كان يتكلم فينا وكان فعلا على تواصل مستمر وكنا نبغى نستفيد صراحة من التجربة التركية حتى في بعض حتى في نظام الإدارة الصحية فقط، إن كانت الإدارة صراحة كانت عندهم إدارة وميكنة قوية جدا ونجحوا فيها بشكل كبير، وكان من ضمن حتى جهاز الإمداد الطبي ما كانش هو اللي يورد في الأجهزة يورد في الأدوية يورد في المعدات، كان هي مجرد هو يضع زي ما قلت لك هو يراقب ويضع اللوائح والقوانين وكانت الأمور تتم بشكل بسيط جدا. فكل هذه المشاكل
زي ما قلت لك أصبحت نعم. حمل عليه هذه المركز. المركز الطبي وصل بينا درجة أنه فعلا ما عادش عندنا نورمال سلاين زي ما قال دكتور محمد. نورمال سلاين ما فيش، يعني أصبح أنت ممكن تمشي، ممكن تمشي بدير عملية والله يقول لك برا جيب عدة العملية والله يخدها وتعال جيب تفضل ندير لك عندنا اليد العاملة فقط. وصلنا لهذه الدرجة لأن الجهاز الإمداد الطبي لم يورد سنة أعتقد 2022-2021 لم يورد أي حب الدواء، لا مستلزمات عامة ولا أدوية عامة غير الأدوية الخاصة وأدوية الأمراض السرطان والكلى وغيرها اللي كانت تتم بطريقة رد الفعل زي ما قلت لك، يديروا مشكلة يبروا يجيبوها بالطيارة وتنحل المشكلة شوي شهرين ثلاثة وهكذا. فصراحة أدخلت هذه المراكز من ضمنها مركز المصرات الطبي وأدخل كاهل كاهلة وأصبحنا فعلا لا نور مثلا ما فيش أدوية التخدير كانت جدا معدومة شبه معدومة. يعني هذه أبسط لا. الأشياء البسيطة لا. اللي بنقول لك اللي ممكن حد يجي للطوارئ ممكن تبدع جلافز ما كانش موجود. فوصلنا إلى الحديث صراحة حتى مع تخصيص بعض المخصصات في الطوارئ فأصبحت أنت بتعالج بها مشاكل لحظية وأنية غير المساعدات من بعض طيب. الجهات المانحة الأخرى. معلش أنا استرسلت شوية بس نعتذر من الأخوة الزملاء. غير راهو اللي ناخده فيه من بعض المؤسسات والمنظمات المانحة اللي تمنح خارج الميزانية العامة. فبشكل عام صراحة يعني كان عدم غياب الدور الإداري المدروس الصحيح والتوزيع العادل لهذه الميزانيات هو هذا أعتقد أنه هو كان هذا سبب من أسباب المشاكل الكبيرة اللي الآن أوصلتنا لهذا اليوم يعني.